انتظار وتقدم يا دكتورة. وحضرتك بكل خير منورنا. الله نور من الأكثر يا فندم، والله أنتوا اللي منورينا وإحنا بنسعد لما بنشارك معاكم دايما والله. اتفضل حضرتك أستاذ أحمد. والله تعامل الآخرين يجب يبدأ منك أنت، أنت بتتعامل معاهم إزاي، بحرص على إنك أنت يعني ما بتجرحش حد، ما بت يعني أنا في حياتي ما كملتش تعليمي يعني التعليم العالي ولا حاجة، خدت شهادة صغيرة جدا، لكن اتعاملت مع ناس عملي شهاداتهم عالية وتعليمهم عالي جدا وكان مركزهم عالي، فكنت لسه أنا في شبابي صغير فتعلمت منهم لحد النهاردة أنا ماشي على اللي كنت باخده منهم من موعظة ومن كلام ومن تصرفات ومن أخلاق، فأني ماشي بيها لحد النهاردة، يعني حريص على زي ما حضرتك قلتي كده، الواحد بيقوم من نومه لازم يرتب بيته يرتب حاجته ويشوف نظامه، حتى لو هيخرج يخرج بنظام، ايه اللي هتبدأ بيه الاول، ايه اللي هتروح اعمله، بتراعي شعور الاخرين لما بتكون بتكلم مع حد، لازم انك انت اللي عندك بالخير بتطلعه ليهم، ما بتبقاش ان انت اللي اتعلمته بقيت حياتك دي كلها ما بتضيعه كده هدر، لازم انك تمشي بيه مع الاخرين مع نفسك مع حياتك في العملية، يعني انا من عملي بدري شوية على المعاش انما الظروف يعني حصلت كده، انما اتعاملت بره تاني عادي بنفس المعاملة اللي انا كنت فيها، رغم الدنيا بتتغير وفي حاجات بتقابلك كتير ممكن تغير من اسلوبك، لكن لا الاساس موجود. انت حضرتك قررت تحافظ على اسلوبك، انت ما تكونش رد فعل. لا طبعا يا فندم، حتى لو في رد فعل بيبقى رد فعل يعني ايه برضو ما فيهوش اهانه، في لباقه، في احساس بان لو اللي قدامي حتى في خطا شويه بفهمه له بالراحه، يعني من غير النرفزه، من غير ما افهمه ان هو خطا او غلط، هو بيفهم من طريقه تصرفاتك انت، من طريقه توجيهاتك، لكن انت طالما منظم في حياتك ومنظم في كلماتك ومنظم في عملك مش هتتغير بعد السن اللي انا بقيت فيه دوت، مش ممكن هتغير، يعني خلاص انا خدت على كده، وحتى الحمد لله يعني دايما بروح لاراء اولادي اللي متزوجين برضه ما شاء الله ما شاء الله. بشكرك يعني جدا والله يا استاذ احمد، شكرا شكرا لحضرتك، الف شكر والله، الف شكر. على التليفون الثاني استاذه خديجه، صباح الخير. صباح الفل المحترمين هندسة وإخراج، صباح الخير. صباح الفل، بيبدلوكي التحية محمد وإيمان، شكرا. حضرتك أنا هاخد من كلامك جملتين حلوين اللي قلتيهم، هعلق عليهم بطريقة كده مفهومة مني، يعني أنا أوضح فيها بعض الأشياء إضافة لسيادتك. فضلي يعني طبعا. حضرتك قلتي إن ممكن الواحد يرتب بيته ويرتب كنبته ويرتب كل حاجة عشان يقابل الآخرين، ده اهم طبعا. ليه بقى؟ لان انا ممكن لما الصبح اقوم بقى كده هرتب كل شيء، هقابل حد هقول له صباح الخير والورد، ايه الجمال ده، ده انت الحمد لله كويس قوي، ما اجيش بقى اقول لحد ايه ده انت اصفر ليه، انت مالك خاسه كده يا شيخه، انت لا، هنا دي الجمل دي مش هينفع ان انا اقولها، يعني انا لازم ارتب جملتين حلوين اقابل بيهم الناس بعد ما انا رتبت كل شيء عندي في حياتي. طب لو قلقانة فعلا على اللي قدامك او لاحظتي تغيير عليه ومهتمة فعلا تقولي ولا ملكيش دعوة بقى؟ لا مش ماليش دعوة. انت لما حد بيقول لحد انت مالك عيان اصفر انت تعبان، انت بيجيب له احباط، لا انت اديله قوة بقى بجملتين حلوين، لا الحمد لله ده انت زي الفل اهو، اي الله تمام ده كده فل قوي، هتبص تلاقي الشخص ده ربنا نفخ في صورته من كلامك. انما ترتيب الجمل الحلوه مع ترتيب بيتك وترتيب شنطتك وترتيب كنبتك كل حاجه مترتبه، والجمل لازم تضغطي عليها وترتبيها صح بقى. الموضوع الثاني حضرتك قلتي على الزوج والزوجه اللي مش سامعين بعض. ايوه موضوعك حلو جدا وكلامك ده جميل جدا، لان المفروض نسمع بعض ونقرب من بعض. لازم، ده كلامك بيعني كده ان احنا نقرب من بعض ونسمع بعض ونشوف ايه أيوة، ونعرف المشكلة فين، لازم نعرف المشكلة فين، لأن من كلام سيادتك هو مش موضوع الزوج والزوجة بس، ده سامع ودي مش سامعة وأكل إيه وشرب إيه، لا ده هو بيعني حاجة كبيرة جدا ما
من كلام سيادتك ده جميل جدا. بتبص تلاقي حد يقول لك ايه، انت اتدخلتي في خصوصياتي. طب ما هو انت عمال تحكي عن خصوصياتك على الملأ والوضوح، ايوه، وعمال تقول انا عملت في مراتي كذا ومراتي عملت فيا كذا، وانا في الشغل معرفش ايه المدير كلمني وقمت مزعق له وبتاع. طب ما انت حكيت خصوصياتك لينا، دي ما بقتش خصوصيات بقى، دي بقت عموميه بقى. ايوه بقت عموميات، صح والله. انا لازم اتدخل في الكلام معاك واقول لك عيب، احترم المدير بتاعك واحترم اكل عيشك. انت هتزعل مني؟ لا، انت ما تكون اخر بقى، انا عايز اتكلم معاك يا اخر، ها تسمع مني النصيحه الحلوه. انت زعلان مع مراتك؟ طب يا عم دي حاجات خاصه في البيت، جاي تحكيها لنا احنا ليه؟ انت بتقول علينا اتدخلنا في خصوصياتك، انت اللي عمال تحكي خصوصياتك. بالظبط، اكتر الناس اللي بتشتكي من تدخل الناس في خصوصياتهم هم اللي اباحوا الخصوصيات دي، هم اللي بيحكوا لنا وهم اللي عمالين يفردوا الموضوع وعمالين يمطوا في الموضوع. طب ما تقفل على خصوصياتك يا عم في بيتك. بشكرك جدا استاذه خديجه، شكرا. انا اسفه اللي طالع. لا ابدا، شكرا، اسعدتينا، شكرا. سمير، معايا سمير.